طالبة ساعدني تراموي في تنقل مكان الدراسة ديالي. مفخرة كبيرة لنا أن المدن المغربية تشهد هذا التطور السريع والملحوظ. أكيد هذا التطور ما جاش من فراغ، بل هو نتيجة للبرامج التنموية واستراتيجيات مستقبلية اللي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. حنا كشباب محظوظين أننا كنواكبوا فترة أو كنعيشوا فترة اللي كتشهد هاد التغيرات الإيجابية. كتوجدوا الآن في مركز التحكم ديال شبكة الترامواي الرباط سلا، لو بوست دو كوموند سونتراليزي، اللي الهدف منه هو مراقبة سير العمل شبكة الترامواي. كما كتشوفوا معنا هناك مجموعة من الشاشات اللي كتعطينا واحد النظرة شمولية على شنو كيوقع في شبكة الترامواي الرباط سلا من خلال الكاميرات اللي هي موضوعة في جميع